حضرات النظارة الكرام، السلام عليكم. هذا هو الملعب الملعب اذا مركب مولاي عبد الله بالرباط، ومنه ننقل لكم المقابلة التي تدور بين الفريق المغربي والفريق التونسي في نطاق الدور الثالث والأخير من تصفيات الألعاب الأولمبية. مقابلة انطلقت منذ بعض لحظات بخصوص تشكيلة الفريقين في حراسة المرمى. بالنسبة للفريق المغربي، هذا هجوم الفريق المغربي، لكن تم مخالفة يعلن عليها الحكم السنغالي لفايات الفريق التونسي. وشوشان أمامكم. إذن بالنسبة لتشكيل الفريق المغربي في حراسة المرمى، بهادو زكي رقم 2، خليفة 3، لمريس 4، جبران مراد 5، فاضل 6، دولمي 8، أمان الله 9، مري كريمو 10، تيمومي 11، فاضل و 17، الخيري. بالنسبة للفريق القومي التونسي، لاحظوا إذن الحكم السنغالي نبه على الحارس شوشان، تخرج على الركباوي ويتعكس الهجوم، لكن ما توصلش الكرة كما لو ترجع مباشرة إلى الحارس بادو زكي. بالنسبة لتشكيل الفريق القومي التونسي، في حراسة المرمى شوشان رقم 2، ميزوري 3، شحات 14، محجوبي 5، عقبي 6، مراد الغربي 12، نبيل معلول 13، توفيق المهذبي 11، الرويسي 10، طارق 9، الركباوي. في الاحتياطي نجدوا حارس مرمى ثاني فاسي رقم 4 بوسنينة، رقم 7 الإمام، رقم 2 عبيد، ورقم 15 اليحمدي. يدير هذا اللقاء ثالوث تحكيمي من السنغال السيد سيني بدر، يساعدوه في رقم خط ديوب أمد هو جبريل توري. الجمهور حاضر بأعداد غفيرة جدا في هذا الملعب، وكذلك الجالية التونسية موجودة بكثرة تحاول بتشجع الفريق القومي التونسي بهذه المباراة الهامة، كل خصوصا هذه الركنية إذن الفريق القومي التونسي. وطالق ذياب في التنفيذ، نتابعوا هذه الركنية، نفذ سبيلة ترجع ركبيه ويدخل منطقة الجزاء، لكن دخل الدفاعي بعد الكرة. خليفة يرجع كرة مباشرة إلى الحارس مرماه زكو بادي. قلنا إذن كل الطلبة التونسيين المتواجدين في أرض المغرب وفدوا إلى هذه المقابلة بتشجيع الفريق القومي التونسي. ظلمي من ناحية اليمين يوزع طويلة، ترجع من مباشرة نبيل معلول ثم العقبي، وتخرج الكرة مباشرة في التماس. بطبيعة الحال بالنسبة للتشكيلة اللي قاعد نشوفها أمامكم، كان المرن السيد توفيق بن عثمان في حيرة من أمره، توزيعها من خليفة طويلة، ودخل إذن ثم هجوم من اليمين لفريق المغربي، وترجع من المحجوبي، باية من المحجوبي، مراد الغربي سيرة، ثم مخالفة لكن الحكم يترك الكرة توصل، ثم الركباوي مع فاضل، الركباوي وترجع من فاضل وتخرج الكرة ركنية، ثم ارتباك في صفوف الفريق المغربي. لاحظوا إذن الركباوي شدد الملاحقة على اللاعب فاضل، والحارس بدو زكي حب يصدى الى هذه الكره قبل تخرج الركنيه، لكن نصر. هذه فكره على الجمهور التونسي لاتابع اعداد غفيره لتشجيع فريق نتاعو، ومره اخرى طارق ذياب، وهذه الركنيه الثانيه للفريق القومي التونسي. توزيع مساحات تم ركباوي في الاخير، لكن خسيره. لاحظوا اذا المحجوبي يدخل الى الامام، ترجع الكرة من كريم ومري، ثم لمسة يد من خيري، لكن الحكم يترك اللاعب تواصل. الدولمي توصل الكرة، الدولمي لكن تتخفف له، تعكس الهجوم لفات الفريق القومي التونسي. طارق ذياب طويلة وتماس لفات الفريق القومي التونسي. لأن رقم 5 وهو فاضل هو اللي خرج الكرة التماس. طارق ذياب يتولى تنفيذ، نبيل معلول قصير، ثم تسلل بيدو كان متفطن،
ويتدخل مال نبي معلول طويلة من بعد وهو قائد الفريق. ترجع كرة إلى الوراء لمريز هجوم عكس وتدخل وتماسي في الفريق المغربي. خيري إذا هو صاحب العملية الأخيرة. كرة إذا تماس نفذ التماس ثم كريم ومري ومحجوبي في الأخير يدخل سويلة مع عبد القادر الركباوي. عبد القادر الركباوي في حوار مع فاضل وتماس لصالح الفريق المغربي. مراد طور بكرة على حسن فاضل ويتعكس الهجوم تيمومي والحكم يقول ثم مخالفة. هذا تيمومي أمامكم تبعد حوالي 25 متر المخالفة هذه على المرمى شوشان. لن 6 دقائق لعب والنتيجة إلى حد الآن 0-0. ثم تيمومي أمام الكرة الحكم السنغالي أمر بجدار الدفاع الفريق التونسي مش احترم الأمطار القانونية. انتظروا في تنفيذ هذه المخالفة. بعد الحال الفريق القومي التونسي يبقى محافظ على برود الدم بتاعه في هذه البداية خصوصا أنها تعتبر سيكولوجية. ننتظروا في المخالفة مباشرة لكن تصطدم في المعلول وتخرج مباشرة إلى تماس. تم التفاف حول دفاع الفريق القومي التونسي. تماس ثاني لفائدة الفريق المغربي. نفذ التماس ترجع من الدفاع سيرة وتخرج توصل الكرة مباشرة إلى شوشان. شحات طارق لكن طويلة من العقبي تستك منه لكن الحمد لله أنا رجع الكرة المهذبي. هرب الكرة على معلول ثم المهذبي من ناحية اليسار كجناح أيسر المهذبي بحذاء الركباوي. ترجع كرة إلى الوراء نبيل معلول يغير الاتجاه قفى من لكن بدو ذكي قفى من الرئيسي لكن بدو ذكي كان بالمرصاد. دقيقة ثامنة أبرز فرصة للفريق القومي التونسي. هذه الإعادة لاحظوا كيفاش اللاعب الرئيسي يروض الكرة بصدره لكن القفة متاعه كانت في دين ذكي. أبرز فرصة لفات فريق قومي التونسي. فاضل خليفة خليفة من ناحية اليمين والحكم يقول مخالفة لفات فريق المغربي. خليفة في التنفيذ طويلة ثم فاضل يوزع والحارس شوشان باهي شوشان باهي من شوشان كان أمام الخيري وكذلك كريمو مري رقم 9 طارق زياد يلزم تجميد اللعب. نبيل معلول نبيل معلول في وسط الميدان رويت قصيرة باهي من الميزوري والركباوي الركباوي الركباوي يفكس على المساند الرويت الرويسي باهي الركباوي ركباوي يتوغل ينظم الرويسي لكن تدخل من الدفاع وتخرج الكرة وتصل الكرة إلى بنو زكي. ثم ارتباك في صفوف دفاع الفريق المغربي يلزم الفريق التونسي يشتغل. إلى حد الآن الفريق القومي التونسي قاعد يوصل بكل سهولة إلى مناطق الفريق المغربي. ترجع الكرة من عقبي
طارق من ناحية اليسار. طارق. طارق طويلة. ثم الركباوي. الركباوي قاعد يتحرك الآن. الركباوي مازال محافظ على كورس. باهي التغطية. الركباوي. لكن تتقص. ترجع كريم ومري. المهزي. باهي معلول. ثم الحكم يأمر بمواصلة اللعب. ثم الخائري تهرب عليه الكرة. أو حتى الفاز تهرب عليه الكرة. ترجع كرة قصيرة. المهزي. يلزم تجميد اللعب. والحكم يقول ما ثماش مخالفة. الآن يرى ثم مخالفة. يلزم الفريق القومي التونسي يلعب بمثل هذه الطريقة، كرات قصيرة ويجمد اللعب. غر أنه الوصول إلى مناطق الفريق المغربي مش صعب. أمان الله طويلة. ثم أحسن فاضل من ناحية اليمين ويتحصل على ركنية. الركنية الأولى لفائدة الفريق المغربي. هذا أحسن فاضل أمامكم صاحب العملية الأخيرة. الحكم ينبه على بعض اللاعبين. ثم احد المتعبين حاب يدخل. ثم لاعب تونسي على ما اظن ملقى على الارض بحث الميدان بالضبط بحث المرمى. منيو باش يقوم لاباس. اثناش دقيقة والنتيجة إلى حد الآن 0-0. يقوم الميزوري لاباس والتيمومي في تنفيذ الركنية. طارق أمام تستخدم الكرة في طارق وتخرج تماس. ظاهرين اللاعبين المغاربة منرفزين شوية يحبوا يوصلوا إلى شباك الحارس بشكل أقرب وقت. وهذا بطبيعة الحال عامل يلعب اللي فات فريق الخامس تونسي وخليفة في تنفيذ التماس. تويلة من خليفة وترجع من الدفاع ثم في مري والخطفة يسارية من فاضل لكن تخرج من خيري هو صاحب الخطفة الأخيرة. نفذ ضربة مرمى محجوبي. ركباوي يطلع. ترجع كرة من أمان الله من ناحية اليمين. اختيرة ياسر. باهية جميلة. ترجع نبيل معلول. مهذي مازال محافظ على كورت. مهذي مازال محافظ على كورت ولكن مراد غلبي يحاول بالشيخ الكرة تهرب عليه. وثم مخالفة. فات الفريق التونسي ضد الرويس. نفذ من أمان الله. توزيع بعيدة وتم خطوة رأسية مرة أولى من حذاري. رويسي باهي من رويسي باهي علقة فنية رائعة. ثم برود الدم كبيرة ويتحصل على مخالفة. باهي اللقطة الأخيرة من رويسي ما تنرفز داخل مناطق الجزاء. عرفت كيفاش يراوغ ويخرج من زوج لاعبين من بينهم الخيري. ترجع كولا لرويسي. نبيل معلول. باية من نبيل. رويس. والحكم يقول تم مخالفة ربما انذار. الانذار الاول. الانذار الاول ضد رويس. ضد حسن فاضل. يلعب في فريق مايورك. لم تم زوج لاعبين من فريق مايورك. بيدو الزكي. وحسن فاضل ملعبش هذه الإعادة بتاع المخالفة من الوراء. بالنسبة للاعبين المحترفين الأخرين ثم رقم 8 الزين أمان الله من فريق نيور وعبد الكريم ميرو من مطرة راسينج ومحمد تيمومي من فريق لوكورين البلجيكي. ترجع من أمريس
مراد الغربي تم محاصرة منه حذاري لمريس مريس يوزع وسجل بعيد حذاري من لمريس لأنه مدافع أمامكم على الصورة مدافع يصعد دائما وأبدا إلى الهجوم المعاصر ويلزم يستغلوا التقدم نتاعه بالهجمات المعاكسه ظلمي الى لمريس وتخرج الكره تماس تماس لفائده الفريق غريبه كان فائده تونس لمريس على كل حال في تنفيذ التماس لمريس ورائيه من كريمو مري وتماس اخر تم استماته من فريق التونسي لمريس من جديد في التماس باية من مراد الغرب تجاكو راح تنفاضل يغير اتجاه وحذاري وباية يصب المحجوبي بعد الكرة الظلمي يغير اتجاهه بشرة اتجاه خليفة وتخرج كرة تماس من جديد لفائدة الفريق المغربي تم ضغط من جانب الفريق المغربي خليفة تويلة عالية وتخرج الكرة ركنية الركنية الثانية لفائدة الفريق المغربي لما لاعب مغربي احسن فضل لما اظن هو اللي ملقى وحذاري وقفة راسية مرت بجانب الاقشاب مدافعين بطبيعة الحال يصعدوا الى الهجوم خلفة اذا راسية كانت من امان الله هذه الاعادة ومرت بجانب الاقشاب بخليل رجع الكرة نبيل معلول نبيل معلول من الحضرة كورته بيتحس على مخالفة نبيل معلول طويلة في اتجاه الركباوي لكن الحكم يقول ترجع وينبه شفاوين على كريم ومري ميزوري 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 بعد ذلك مهزل تصل الكرة إلى رويت رويت يخلص ولا دوب الهدف الاول لفائت الفريق التونسي الهدف الاول لفائت الفريق التونسي قصد من الرئيسي تتصل بأحد المدافعين يكون الهدف الاول لفائت الفريق التونسي بدقيقة 17 هدف عنده قيمة كبيرة ايش هدف عنده قيمة كبيرة ياسر بن عمر يعتبر جماعة من بصورة التعادل الهدف الفريق القومي التونسي الان يتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائته الى ياسر قلنا ان الفريق القومي التونسي قادر باش يوصل الى مناطق المنافس قادر باش يوصل الى مرمى زكي هذا امامكم الرئيسي عبر فرحته فرحته امام وكذلك الجمهور التونسي الجمهور التونسي لا تابع للغفيره القصيصه ثم زوج ساعات سرتان وصلوا الان وكلهم يشجعوا الفريق التونسي في هذا الملعب هدف حقيقه من ذهب بالنسبه للفريق القومي التونسي النتيجه الان اصبحت هدف لصفر لفائت الفريق القومي التونسي وسحب الهدف الرويسي القفة اذا استدمت باحد المدافعين وغاشت الحارس الذكي اذا الان الفريق القومي التونسي يزمو يجمد اللعب يزمو يعرف كيفاش يحافظ على برود اعصابه ويزمو يحافظ على هذه النتيجة نبيل معلول ترجع كرة شحات باهم الرويس مهز طويلة لكن ثم تسلل ثم تسلل من طارق نذكركم بفرضيات بتاع ترشح بالنسبة للفريق القومي التونسي بطبيعة الحال هذه النتيجة تخدمه كثير لأنه يلزمه الآن الفريق المغربي يسجل 3 أهداف لفريق تونس باش يترشح نتيجة هدفين هدف لا قدر الله أن حصل تمكن الفريق القومي التونسي بهالانتصار خيري ترجع كرة إلى الوراء الظلمي مراد فاضل فاضل خليفة خليفة يزمو يحافظ مراد يحافظ الهجوم يوزع عالي لكن الدفاع موجود وثم تسلل لفائت الفريق القومي التونسي الفريق الجمهور يعيط صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي على تونس اذا مكرت الان من الانتصار بهدف لصفر نتمناه الفريق القومي التونسي امل بحظوظه يلعب كل في كل وما يخافش
عنده كل الامكانيات. نبيل معلول باهي من رسالة الوراء المحجوبي تعقلك يا محجوبي. والمحجوبي خرج الكرة مباشرة في التمام فتشوف الكرة الميزوري نفذ من الخيري لمريت طويلة لما شوشان باهي من شوشان حذاري مهزي باهي من المحجوبي وصامر الأكباوي وقادر بدر الزكي غادر المناطق نتاعه ليه مقطع ما يخلص عليها طرف مقطع من بدر الزكي. ثم ارتباك كبير في صفوف الفريق المغربي يلزم يستغل الفريق التونسي المهزي باهي من تفكر الى طارق الان كانت باهي من نبيل معلول طارق ثم وراء ترجع كره الى الوراء الى مهزي المهزي المهزي جمد اللعب خطيره مع العقبه المهزي باهي لعب القصير هذايا نبيل معلول في وسط الميدان يرجع يغير الاتجاه ثم ساحات ركبي وباهي يهرب عليه وتصل الكره الى خليفه خليفه مباشره الى حارس المرمى. ذكركم النتيجه هدف لصفر 21 دقيقه لعب والتفوق لفايت الفريق القومي التونسي لمريض ترجع الدولمي دولمي كرات عاليه وهذه تساعد الفريق القومي التونسي باهي خليها تخرج كرة تخرج كرة والميزوري يتركها رويدا رويدا ضربة مرمى تنفذ ضربة مرمى من مراد العقبي طويلة الركباوي مهزبي الرويسي لكن تفتك منه الكرة ترجع من الله تغيير اتجاه كلي الى لمريس من ناحيه اليسار لمريس ومع الميزوري توزيع طويل وثم شوشان باهي شوشان امام كريم ومري باهي من شوشان امام كريم ومري كل رشاقة وكل ثقة في النفس يرجع هذه الكرة ميزوري ميزوري قصيرة ياسر باهي من الرويسي مراوغة الرويسي تميلة الى ركبوي باهي ترجع من نبيل معلول المهزي توصل طارق ذياب قائد فريق طارق ذياب يروح تصل الكرة إلى الوراء الرئيسي مازال محافظ على كورته لكن يتكسر هجوم الدولمي 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 وسط الميدان ثم مراقبة مع الدولمي يلزم يراقبوه من قريب لأن هو المحرك ترجع في عقلك يا عقبي وثم مخالفة مخالفة ثم تغيير رقم 7 باش يدخل وثم احد اللاعبين الخرج هذا امامكم حسن فاضل على ما اظن وتغيير تغيير اول دقيقه 23 رقم 7 كما قلنا لان وهو اللاعب الغرف الغرف ياخو مكان اللاعب فاضل في دقيقه 23 مخالفة ظلمي ترجع من يعقوبي من محجوبي الركباوي باهي الركباوي باهي الركباوي يهرب عليهم الكل الركباوي يهرب ويتساقوا قميصكم وقميصه لكن الحكم اذا كان قريب من العملية باهي الركباوي لاعب يتحمل كل ضرب يتحمل المشاق يتحمل المحاصرة وبطبيعة الحال بكل تحركاته يقلق كثير خصوصا محور الدفاع نبيل معلول في التنفيذ نبيل معلول خسيرة لما طارق لاحظوا اذا طارق يلعب كجناح ايسر مموه للمحافظة على الكرة الى نبيل معلول جميلة جدا تغطية طارق معروفة نبيل معلول نبيل معلول سبق كرته وتخرج الكرة ضربة مرمى بطبيعة الحال اللاعب احسن فاضل لاعب محترف من فريق مايورك جاء خصيصا لمد يد المساعدة لكن اذا في الدقيقة 23 يجبر على مغادرة الميدان وهذا بطبيعة الحال يؤثر مع كثير على الفريق المغربي وخصوصا كذلك على الممرن سيد فاريا اللي كان تصرفه غريب مع الصحافة التونسية ما حبش اللي بأدى التصريح ما حبش حتى استقبلهم كريم ومري لكن ثم دفاع جميلة جدا باهية ترجع من عقبي المهزبي عقبي قصيرة ميزوري باهي ميزوري ثم مخالفة والحكم يعطي الأسبقية الرويسي ما توصلش الكرة إلى توصلش الكرة إلى المهزبي ثم قرفة وشوشان
أنا يا بوسام ولكن هدف التعادل، هدف التعادل كانت غلطة من شوشان خيري كان بالمرصاد. خمسة وعشرين ثقة لعب هذه الإعادة، لاحظوا القصة من التيمومي، شوف شوشان ما عرفش كيفاش يمسك الكرة، صفة دم مرة أخرى في شوشان ولقى محاولة كذلك المحجوبي، تصبح النتيجة هدف لهدف. دقيقة 25 على كل حال يزم دائما وابدا الفريق القومي التونسي حافظ على برودة الدم ما يتأثرش. عبد القادر الأكباوي يخلي الكرة إلى الميزوري، يلزم تجميد اللعب، ترجع الكرة إلى الوراء وراء الغربي لكن ثم هفوة مخالفة لصالحه، وراء الغربي في بطبيعة الحال مكان بواز كلاعب خط وسط، إذا لاعب وسط متأخر، ثم نبيل معلول وكذلك الميزوري تنفذ ثنائية نبيل معلول، لكن الحكم يقول تتنفذ من مكان الأصل نتاعها. نبيل معلول قصيرة، تحاول ترجع نبيل معلول، مراد الغربي يطرب عليه الكرة ويحط على تماس طارق الركباوي وضربة مرمى والمراقب الفرق. 27 دقيقة لعب، النتيجة هدف لهدف، الهدف لهدف إذا تعادل. بطبيعة الحال النتيجة هذه تساعد الفريق القومي التونسي إلى حد الآن. ظلمي غير الاتجاه أمام الله، أمام الله رجع الكرة إلى لمريس طويلة، ثم كريمو مري ومعه المحجوبي، كريمو مري وضد، إذا خطأ ضد كريمو مري، تفرض اختيار نبيل معلول ترجع له نبيل معلول من رويسي، مهلبي رويسي لكن تتقتلوا من ظلمي حذاري خيري خيري مخليش يخلص، مخليش خيري يخلص، وكادت ان تكون الاصابه الثانيه. حذاري لمسة الخلطة الأخيرة لأحد المدافعين من خيري، يلزم يبقى الفريق القومي التونسي حافظ على برود دمه هذه الإعادة. لاحظوا الخيري خليه يقرب، ترجع مرة ثانية المخالفة الثالثة لفت الفريق التونسي الفريق المغربي، وركنية أخرى، الركنية الرابعة الآن، التيمومي كالعادة في التسويق، ركنية أخرى خامسة، تيمومي حذاري سوشان بايع من سوشان، بايع من سوشان أمام كوكب اللاعبين من بينهم المدافع فاضل سوشان تويلة، لكن ما تم حتى مكان الركباوي خليفة قبل، خليفة خطة ازدواجية أمان الله، تويلة من أمان الله، حذاري خيري غير اتجاه، باقي مساحات وما تم حتى شيء، ضربة مرمى أو ربما يقول تم مخالفة لفايت الغرب.
30 دقيقه لعب، ربع ساعه توصلنا على نهايه الشوط الاول. مخالفه كالعاده تيمومي وبعد اللاعب دولمي مجيدار دفاع نبيل معلول حذيري حذيري هدف الثاني كريمو على ما اعتقد كريمو مري هدف الثاني من كريمو مري الدفاع كان كما بعته كما بعته غريبة ما عرفتش كيفاش يحكم سواء الدفاع شفته كريمو مري وحده خلاه بدون محاصرة بدون محاصرة إذا 2-1 31 دقيقة لعب 31 دقيقة لعب هذه الإعادة لاحظوا خلف الرأسية من كريمو مري في ظرف 6 دقائق سجل فريق التونسي هدفين ديما يبقى حاضر على خروج دمه وتبع الكرة سمير أمامكم من الكرة سمريت نشوف سمير كريمو أو تيمومي لكن تخرج الكرة تخرج الكرة على تيمومي يهرب عليه جاء في آخر لحظة تيمومي يوم الأربعاء ثلاثة الضياح نزوري طويلة وتم مرافقة مشددة على اللاعب الركباوي من طرف اللاعب رقم 4 ومراد رويد رويد وتم مخاطرة الحكم كلها من الأمريك تحت الهجوم أمان الله أمان الله خسيرة تعاقد طارق تطلب الكرة على طارق خليفة لقى كرة من الظلم نبيل معلول يراوغ كورته نبيل معلول مهز مهز يرجع كرة نبيل معلول نبيل معلول يغير الاتجاه ثم الميزوري كظهير ايمن الميزوري يتحصلوا من الامريز وثم مخالفة نفذ بسرعة الامريز يغير الاتجاه حذيري قريبة يا سلمان خيري صاحب الخطوة الأخيرة حذاري منه حرك برشا ويعتبر من أقصى المهاجمين خصوصا بعد مخرج أحسن فاضل قدم كان يلعب متأخر نسبيا لكن بعد خروج حسن فاضل دخلوا جناح أيمن وهو اللاعب لأن الغرب وهو أصبح في الموقع متقدم الجمهور المغربي بطبيعة الحال يساند كل قوة الفريق المغربي 33 دقيقة لعب هذه فكرة عن جمهور حاضر بعد غفيرة منذ سنوات طويلة ما تعباش الملعب يحتوي سقف الساعة 60 لكن يجب يرفع 65 خليفة من ناحية اليمين خليفة شحات ما يعرفش كيفاش يرجع الكرة كريمو مري سيرة لك ثم نبيل معلول أمام وسجل الأمريز خيري خيري جاية من مراد الغربي ميزوري وتخرج الكرة تمام ما يلزمش الفريق القومي التونسي يفقد الأعصاب نتاعو واحدة واحدة ترجع الكرة من دولمي المهزبي وتترك قدم به وتخرج الكرة تخرج مراد الغربي يخلي الكرة تخرج أربعة وثلاثين دقيقة لعب النتيجة هدفين لهدف العقبة ولا تنفيذ ضربة المرمى طويلة نمريز وتخرج الكرة تماس لفات الفريق القومي التونسي نمريز كان آخر من مثل الكرة
ميزوري في التنفيذ. ميزوري مهدي قطع قسم من امان الله بدل حرارة كورتو طويلة اتجاه كريمو لكن المحجوب يقبل نبيل معلول ظلمي هذا كبير ويبايع رويت 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 تصل الكرة إلى المهدي المهدي تم تحات من ناحية اليسار تصل الكرة إلى تحات من طرف تحات لكن ما عرفش كيف يراوغ هذا هي تحات خلى بقعته فارغة ويتعكس الهجوم غرف لكن تم مخالفة تحات شفناه كيف تعد إلى الهجوم بطبيعة الحال لما يفقد الكرة يخلي المكان بتاعه فارغ و من انذار انتظروا في تنفيذ المخالفة خليفة يتولى تنفيذ خطوة رأسية حذاري خايري ويدخل غلطة من الدفاع وتخرج الكرة فاضل خطوة أخيرة حذاري حذاري من الهفوات البدائية في الدفاع ما يلزمش يتلفوا خطوة تقتيلة شوشان شوشان ترجع الكرة من جديد مع تحات ثنائية شوشان الآن شوشان طويلة ترجع كرة من الظلم كريم ومري تم تيمومي من ناحية اليسار لكن الرويس قبله ميزوري قبله الظلمي كريم ومري تم نبيل معلول سيرا طالق ذياب فلوس طالق ذياب خط من ظلمي غير الاتجاه شحات يرجع كورة ظلمي ثم خليفة 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 مازال محافظ على كورته خليفة يرجع من الدفاع خليفة من جديد وخط حذاري سوشان يخلي مازال ما خدش الكورة تم تسلل ربما جعلنا لي مراقب الخط لتاسف فريق قومي تونسي تم تمريرات قصيرة من جانب لاحظوا هذه الإعادة لاحظوا يحاولوا تمريرات الثنائية والقصيرة شوشان طويلة من شوشان ثم لمريت مري ورائية شحات 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 مرر الكرة يرضي شحات ترجع من المراد غبي رويت رويت ثم نبيل معلول نبيل معلول ومعها من الله نبيل معلول مازال محافظ على كرة نبيل معلول يغير الاتجاه ثم ركبه من ناحية اليمين ركبه مع لمريت ويتحصل على ركنين الركنية الثالثة منذ انطلاق المقابلة لفاس الفريق القومي التونسي كما أحد اللاعبين ظلي محجوبي قاعد ملقى على الأرض شحات شحات مطار
منه باش يكون لاباس حال. فكرة عن جمهور المغربي قوم تحت لباس لا يقوم شيء يتلقى الاسعافات خارج الميدان يرفض البنك الاسعاف وثم ركنيه واحد واربعين دقيقة لعب قانوني أربع دقائق وصلنا على نهاية الشوط الأول لابد من برودة الأعصاب في مثل هذه المقابلات الفريق القومي التونسي يزمن يستغل الأماكن الفارغة اللي يتركها الظهيران الأيمن والأرثر خليفة وبالخصوص لمريض يزمو إذا في الهجومات المعاكسة يحاول بشوف مرة أخرى إلى شباك الحارس بدو زكي نقل إلى حرس مياو والمهدي هو الكبير هنا 40 دقيقة نفذ مرة ثنائية وتم تدخل من الدفاع ومازال ترجع كرة الفريق فريق القومي التونسي لمهذبي لمهذبي وتم مخالفة والحكم يقول مخالفة الفريق القومي التونسي وفات لمهذبي إذن دائما أبدا من الركبة ويتحرك يتخلقهم طارق دياب ولا تنفيذ المخالفة ثلاثة واربعين دقيقة لعب نفذ من طرف ولا دفاع غريبة ياسر بادو زكي كاد أن يغالط من طرف مدافع متاعه لكن في آخر لحظة يغير اتجاه الكرة في الركنية باهية العملية من طرف هذه اللي عاد لاحظوا إذا زميله كاد يغالطه لكن هذه المرة كان بادو زكي متفطن ويخرج الكرة في الركنية ومرة أخرى طارق دياب في تنفيذ الركنية طارق قصيرة لكن الدفاع بعد الكرة نبيل معلول ثم المهذبي وثم طارق وثم ايش تسلل المهذبي يوزع لمريس وثم اسم هذه المرة اللي فات فريق المغربي كانت وقد حرجة مر بها الفريق المغربي في المخلفات وفي الركنية ميزوري مباشرة توزيع نتاعو بطبيعة الحال حاب يرجع الكرة لكن كان خارج المرمى بدو زكي ثنائية هو لمريض 44 دقيقة لعب طويلة من بدو زكي خايري سيرا كريمو سيمومي وتخرج الكرة مباشرة من الرويس تخرج مباشرة في التمرير
ضربة مرمى الفريق القومي. أمان الله كذلك لاعب يتحرك ياسر يجب كذلك يقرأ له حساب ويجب الفريق القومي التونسي يتقدم شوية باش يحاول بطبيعة الحال يخفف الملعب على الدفاع. شفنا الظروف اللي قبلنا فيهم الهدفين كان في ظرف 3 دقائق منهم هدف كان إذا على أثر مخالفة ويلزم اليقظة والمدافع الدفاع يكون متفطن إذا الحالة تشيئة يرجع كورة فاضل ظلمي 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 لاحظوا إذا ثم مخالفة كل الفريق لكن كانت ضد الجنوبي ظلمي كويلة من ظلمي حذاري توصل الكرة من ناحية اليسار لطارق دياب اتجاه الركباوي لكن بدل ذكي ترجع الكرة إلى خليفة خليفة ثم شحات يدخل طارق دياب الآن لكن ثم مخالفة يعني تدخل من نبيل معلوش اعتبره مخالفة خليفة شو كان فيه خليفة 47 دقيقة 60 بعد الوقت الضايع سيرة تدخل من الدفاع تيمومي سيرة لكن تم مخالفة لفريق المغربي مرة أخرى يقول الحكم تدخل من الركباوي شيخين مروا ظلمي يغير الاتجاه اتجاه الخيري لكن الكرة خرجت خرجت تماس في فريق قومي تونسي نفس ميزوري نبيل معلول سيرا ترجع له من مراد الغربي ميزوري حذاري ميزوري ظلمي أمان الله ومع نبيل معلول أمان الله مع نبيل معلول ترجع من المهزي نبيل معلول حذاري رويسي مراد الغربي قصيرة لكن ما توصلش ظلمي الآن تيمومي ثم مراقبة تيمومي زايع نبيل معلول فيت على نبيل ترجع لظلمي ثم ضغط خيري ثم كريمو مري ضرب عليه الكرة وترجع من الشحات لاحظوا ثم ها خطأ لفات الركباوي فعلا ضد مراد محاصرة لصيقة لزوري الرويس تسلش الكرة إلى الركباوي ويتعكس الهجوم الظلمي تيمومي سيرة لما خليفة غرف طويلة ثم حتى حد وتخرج الكرة تمت 48 دقيقة لعب 3 دقائق مروا طبعا في الوقت الضايع نبيل معلول مهزي وتمت في فتح فريق المغرب الأمريكي وفي هذه اللحظة يعلن الحكم السنغالي سيد سيني عن نهاية الشوط الأول بنتيجة هدفين لهدف حضرات النظارة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا إذن بداية الشوط الثاني
من مقابلة الفريق المغربي والفريق التونسي نطاق الدور الثالث والأخير من تصفيات الألعاب الأولمبية. النتيجة نتيجة الشوط الأول هدفين لهدف لفائدة الفريق المغربي، كان بن بدر بالتسجيل الفريق التونسي في الدقيقة 18 عن طريق الروسي قبل ستة مساحات المدافعين، ثم في الدقيقة 25 الخيري عدل النتيجة، وفي الدقيقة 31 كريمو مري سجل الهدف الثاني لفائدة الفريق المغربي. بالفكرة إذن الشوط الأول هذا الهجوم معاك ترجع من العقبي ترجع من تيمومي ميزوري، وميزوري خرج الكرة في الثمان. إذن الفريق التونسي حافظ على برودة الدم، تبعوا هذا التنهيز قبل من ذكركم بالنتيجة. تيمومي تيمومي مع العقبة ترجع فيه وشحات حذاري ومعلول في عقد معلول تخرج الكرة مباشرة في التماس. تماس بفائدة الفريق القومي المغربي وخليفة في التنفيذ. خليفة طويلة لاحظوا جن الفريق القومي التونسي محافظ ركباوي وحصل على مخالفة. مخالفة لفتة ركباوي محاصرة من لكن الحكم يقول لا فعلا فعلا تم مخالفة الفريق ضد مراد. نذكركم بنتيجة بتشكيل الفريقين. بالنسبة للفريق القومي التونسي شوشان أو أمامكم بنك الاحتياطيين والمبرم نبيل معلول في تنفيذ المخالفة. نذكركم إذا بالتشكيلة شوشان ميزوري رقم 8 3 شحات 14 محجوبي 5 عقبي 6 مراد الغربي خليفة الآن 12 معلول 13 مهزبي ترجع من عقبي طارق طارق إذا حاول على كورة طارق 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 لكن مخطئ ترجع من ظلمي رويس جاية من رويس ركباوي ركباوي تم نبيل معلول تغيير اتجاه كل الى طارق ذياب تقبل تقبل طارق ذياب طارق ذياب تقبل 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 وتخرج الكره ركنيه من فاضل لان رقم 11 رويسي رقم 10 طارق 9 الركباوي. بالنسبه للفريق المغربي بدو زكي خليفه لمريس رقم 3 مراد رقم 4 فاضل رقم 5 عبد المجيد الظلمي 6 الزين امان الله 8 تبعوا المخالفة المهزبي في التنفيذ المهزبي طويلة ويخرج بدو زكي ضربة الكرة بدو زكي لكن مرة ثانية يلتقطها تعكس الهجوم اللي فات الفريق القومي المغربي. تم محاصرة لتيمومي ترجع من العقد مري ضرب الكرة على دول ويتعكس الهجوم اللي فات الفريق القومي التونسي. طارق طارق ضرب عليه الكرة ترجع نبيل معلول نبيل معلول في وسط الميدان نبيل معلول قصيرة لمهزبي مهزبي 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 يخرج من زوز ملاعبين باهية من مهزبي وفي الأخير يتحصل على مخالفة. رقم 9 عبد الكريم المري 10 تيمومي 11 حسن فضيل خرج وغيروا الغرف. رقم 17 خاير عبد الرزاق. بطبيعة الحال الفريق القومي التونسي يزمو يعرف كيفاش يجمد اللعب بالمحافظة على الكرة. شحات وخليفة قبل ما تخرج الكرة إلى الركنية شحات ترجع الكرة من جديد يوزع شحات الركباوي الركباوي غريبة ياسر توربيس غريبة من الركباوي كانت خفوة كبيرة ياسر خفوة فاتحة من خليفة لكن الركباوي عرف كيفاش يرجع الكرة بداخل الرجل لكن من سوء الحظ مرت بجانب الأقشاب بقليل كاد يكون هدف التعادل. هذه الإعادة ويكون الهدف القاتل بطبيعة الحال. لاحظوا ترجع الكرة مخطئة شوفوا كيف الشحات كان مقدم والتوزيعة الأخيرة بالرجل اليسرى من الركباوي تخرج للأسف الشديد فوق المرمى. بدو زكي طويلة ترجع من عقب
فاضل مهبي باهي من مهبي فاضل من جديد ظلمي تغيير كلي كريمو مري ثم مراد العقد مراد العقد مباشره في التمرير كان طارق دياب ينادي له باش ياخذ كره ظلمي تيمومي تيمومي مع مراد الغربي محاصره فرديه غادي خيري سيرا وصل المهبي مهبي وسط الميدان مهبي مهبي باهي من مهبي عرفت كيفاش يحافظ على كورته مهبي مهبي جميله ياسر مازال محافظ على كورته ومغطى وقالفة ضد الظلمي الظلمي يستعمل العنف لتوقيف اللاعب توفيق المهبي اللي قام بمجهود كبير وكبير جدا لاحظوا العمليه هذه تستاهل على الاقل ورقه صفراء لانه كان بطبيعه الحال عرقله متعمده لكن ثم روح رياضيه من الظلمي يقبل اللاعب توفيق المهبي لقطه جميله دعم التعاون بين تونس والمغرب في كل المجالات فيها المجالات الرياضيه وترجع الكره مباشره الى الحارس الى الحارس بدو ذكي من خليفه ذكي ويدخش كرة تامر تماسي فات الفريق التونسي ميزوري في التنفيذ ميزوري مباشرة إلى الحارس سوشان ويقول بطلع في الحال ما تنفذتش من الموقع الأساسي نتاع الأصلي نتاعها فتعود الكرة إذا إلى الفريق المغربي والحكم يشير الى الموقع الاساسي نفذ طويله الى مريض ترجع من الدفاع حذاري حذاري وبايس هذيك ما تمش فكره اخرى محجوب يخرج الكره اذا مباشره في الركنيه الركنيه الاولى في الشوط الثاني لفت فريق المغربي ترجع من نبيل معلول في اتجاه الركباوي وحده الركباوي وحده تماس مساندة الركباوي ويتحصل على تماس على الأقل الركباوي قاعد يتحرك ياسر والكرة ما تضيعش منه سواء يتحصل على مخالفة أو كما شفنا الآن يتحصل على تماس نفذ من معلول رجع له الكرة من جديد ورا إيه قص ظلم ظلم مازال محافظ على كورته ظلمي لكن تفتك منه وترجع كرة مباشرة إلى الحارس الذكي ما يتحقق لعب النتيجة هدفين لهدف طويلة من خليفة أمان الله أمان الله طويلة وتمس أخ طارق زياد مرة أخرى تماس أمام خليفة خليفة تماس نتاعه طويل شوشان يدوش يقدم برشا شوشان خرج ياسر من المنطقة نتاعه مراد مراد ركباوي يتقص من الكرة لكن القفة الأخيرة من مراد تخرج مباشرة ضربة مرمى اللي فاتت فريق قومي التونسي هذا أمامكم مراد هربت عليه الكرة الجماهير ما كانش فرحان هذه اللقطة بطبيعة الحال ما كانش دقيقة مراد العقد يشكر الريف مهزي باهي المهزي وتهرب عليه الكرة تصل الكرة إلى فاضل
فاضل سير الى المسجد الدولمي. طارق ذياب، طارق ذياب بها باتجاه المهذبي، المهذبي مازال ما خرجتش التماس، مازال ما خرجتش بها من المهذبي، المهذبي وعده من ناحيه اليسار ثم طارق ذياب يجيب الكره، تجيب الكره طارق ذياب داخل الكره وتوصل الكره في عهد المدافعين تخرج ركنين. باهي العمليه الهجوميه فيها سرعه وفيها دقه في نفس الوقت. تصب الكره طارق لكن كذلك المهذبي كان متفصل وعرف باش بدها له في نفس الوقت. تبدا ثنائيه المهذبي الان، المهذبي مع طارق وتعكس انه تمام مخالفه ضد طارق. باهي العمليه بس الحال كيف يوقعوا الهجمات المضاده والهجمات المعاكسه لابد من استغلال نتاعهم. 11 دقيقه لعب، النتيجه هدفين لهدف. زكي خسيره لمريس، لمريس من ناحيه اليسار، لمريس سولا تعمل ميزوري، ميزوري ميزوري مازال حافظ على كورته لكن تخرج له كره تمام. لمريس ظلمي، ظلمي سيرا تدخل من مراد العقبي ثم ثم حتى حد ترجع من فاضل مباشرة إلى خليفة من ناحية اليمين. خليفة طويلة أمان الله، الظلمي، الظلمي الغرف، الغرف الظلمي، الظلمي الظلمي مازال محافظ على كورته. سيرة ضرب الكرة على تيمومي، تيمومي مش قايم مجهود، ترجع من الدفاع هو محجوبي، ترجع كرة مباشرة إلى الوراء والظلمي في كل مكان. نبيل معلول مع أمان الله، ظلمي سيرة ثم لمريس من ناحية اليسار، لمريس سويلة كريم ومري ومعاه المحجوبي. نبيل معلول باية من مراد الغربي، المهذبي اللي يضرب عليه الكرة والمحجوبي طويلة ما ثم حتى حد. المحجوبي محافظ شوية على برود دمه، رجع الكرة في المكان المناسب ثم ضغط من جانب الفريق المغربي. طويلة من لمريس، مري والمحجوبي تخرج الكرة ما ثم حتى شيء. تخرج الكرة من ضربة مرمى. 13 دقيقة لعب، النتيجة إلى حد الآن هدفين لهدف، نتيجة لفائدة نذكركم من فريق تونس تخدم مصلحة الفريق القومي التونسي وتأهل وتترشح إلى الأدوار النهائية. مراد العقدي طويلة اتجاه الركباوي والظلمي. نبيل معلول باية، طارق، طارق، طارق إلى الركباوي، الركباوي لكن ثم تدخل من فاضل. مراد الآن، مراد، مراد يغير لمريس، 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 ظلمي، ظلمي في وسط الميدان، ظلمي قصيرة مع تيمومي. لمريس من ناحية اليسار. طويلة من لمريس وخيري وخطيرة ياسر وتدخل من العقدة. حذري، حذري من توغلات من نص الميدان ثم ضغط. لمريس بتنفيذ الركنية وتخرج الكرة، خارجة الكرة، خارجة، خارجة، خرج الكرة خارج الميدان. لا بد باش الأولاد نتاعنا يزوهم يقدموا شوية حتى بطبيعة الحال يخفوا من اللعبة ويمسكوا بالكرة أكثر وقت ممكن لأن الكرة دائما وأبدا نشوفوها الآن بحوزة فريق المغرب. لازم اللاعب يكون مركز. رويسي من ناحية اليمين، الركباوي، الركباوي باهي، الركباوي، الركباوي مازال محافظ على كورته، الرويسي لكن بخطه عبد المجيد الظلمي الآن، عبد المجيد الظلمي، عبد المجيد الظلمي، سيرة ما توصلش تيمومي، طارق، 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 ثم الركباوي كما كان تسلل باهي من طارق ما عطاهاش الكرة، المهذبي وتحصل على تماس، خليفة هو اللي خرج الكرة بتماس، ثم كان من طارق، رأى اللاعب عبد القادر الركباوي في موقع تسلل. ما اعطاش الكره وحافظ على كورته وبطبيعه الحال الخبره عند
مفعول. تماس ثاني شحات، شحات يكون التنفيذ مدقق. تماس سيداربو محي مهزبي وثم تقدم أمان الله. غرب الظلمي الآن اتجاه مري لكن محجوب يقبل. رويتي، رويتي باهي من رويتي، رويتي ترجع له الكرة من جديد، رويتي لكن تخرج من مراد. والحارس شوشان حذاري شوشان طايري طويلة ما حد أحد. شوشان حب يخرج غادر المكان نتاعه، ربما كان كف في داخل مناطق الجزاء كان أحسن ينتظر الكرة في كل سهولة. ممر انتصق بن عثمان بحذية توقيف الغيث وإلى يمينه بكر بن ميلاد. لكل حاجة تنفذ ضربة مرمى ترجع من تيمون إلى الوراء. بعد من الظلم، الظلم طويلة من الظلم اتجاه الخايري وحذر جميلة ياسر من نبيل معلول. مهزي محجوبي خرج الكرة مباشرة من الثمانية. الزوري كان هو اللي خرج الكرة بقطع زوجية. ترجع الكرة إلى الدولمي، الدولمي طويلة محجوبي. الدفاع مستميت. الركباوي، الركباوي، الركباوي محافظ على كورته. باهم الركباوي يطلق له ظهر. هذه تستاهل على الأقل ورقة صفراء لكن الحكم يقول لا. مرة أخرى ثم كان هجوم معاكس، ثم اللاعب الرويسي من ناحية اليمين وما كان يكون هجوم خطير. يعرف بطبيعة الحال الركباوي، الركباوي تصل الكرة من نبيل معلول. الركباوي ومع خليفة طارق ذياب، طارق ذياب الركباوي، الركباوي طارق ذياب، طارق ذياب الركباوي قصيرة. لاحظوا كيفاش يعترض طريق اللاعب الظلمي لكن الحكم ما يعطيش هفوة. الظلمي هجوم معاك كريمو مري ما تصلش الكرة. ترجع توفيق المهزبي، توفيق المهزبي قصيرة نبيل معلول، نبيل معلول يغير اتجاه ويقول الحكم ثم تسلل. ثم ركباوي كان وقت تسلل هو الرويسي، طارق ما كانش في وقت تسلل لكن ركباوي الرويسي. عبد المجيد الظلمي، عبد المجيد الظلمي طويلة. ثم شحات ولكن المحجوبي، والمحجوبي يخلي الكرة تخرج أمام الخيري وضربة مرمى. 18 دقيقة. توفيق المهزبي، توفيق المهزبي طارق ذياب، توفيق المهزبي، توفيق المهزبي مازال محافظ على كورته. باهي توصل الكرة إلى طارق ذياب، طارق ذياب كجناح أيسر، طارق ذياب باهي ياسر يتوقع داخل منقذ الزمان لكن تدخل من مراد وخرج الكرة في التماس. لا الكرة مازالت ما خرجتش. وتعكست على الهجوم اللي فات الفريق المغربي. حذاري ثم حتى شيء يقول الحكم. حذاري من هجوم المعاكس. حذاري كان هجوم خطير من اللاعب الغرب. هاي الإعادة مسمى حد شيء بطبيعة الحال. الصورة تأكد ذلك. بطبيعة الحال كان يبحث عن ضربة جزاء لاعب الغرب. ميزوري، مراد الغربي، نبيل معلول الغربي، مراد الغربي، مراد الغربي، نبيل معلول لازم يسمع الكرة ما يخليهش يقدم. حذاري، حذاري ثم كريمو مري لكن المحجوب يقبل، المحجوب يخلي الكرة تخرج ضربة مرمى اللي فات الفريق القومي تونس. ضربة مرمى لفات الفريق القومي التونسي. يلزم الهجومات المعاكسة اللي تتاح للفريق القومي التونسي لابد أن يستغلها أحسن استغلال، وبطبيعة الحال الهدف اللي يسجله يكون عنده وزن كبير وكبير جدا. طويلة من مراد العقد، طويلة ثم ظلمي وترجع كرة من فاضل مراد. ثم لمريت من ناحية اليسار، طويلة من الأمريس ثم كريمو مري لكن محجوبي قبله، محجوبي استماتة كبيرة. ترجع كرة من تيمومي مري الخيري حذاري. لا ثم مخالفة لكن الحكم يخلي اللاعب يتوسط. ومن ناحية اليمين ثم الرويسي،
ثم الرويسي حذاري طارق في الوقت السهل، لكن الظلمي يخص الكرة. سيمومي، سيمومي في اتجاه الظلمي كجناح ايسر ويقذف والدفاع يستميت برجع الكرة. باهي الاستميتة، ثم مخالفة، ثم مخالفة. الاندفاع البدني موجود من جانب العناصر التونسية. 20 دقيقة لعب، 21 الآن، ثم استميتة. المخالفة على ما أظن سيمومي هو الموقع الأرض. ثم استميتة كبيرة من جانب اللاعبين التونسيين. هذه المخالفة. على كل شيء اللي ناقص الآن هو بطبيعة الحال لازم الكرة كي تخرج من دفاع الفريق القومي التونسي تخرج بصفة مدققة، ويلزم المحافظة على برودة الأعصاب. يكونوا متفقين الدفاع. تنفيذ لمريس، لمريس ينفذ ويخرج شوشان، ترجع من المهذبي، ثم تسلل، ثم تسلل، فعلا ثم تسلل، ثم تسلل من الخيري، سيرة مهذبي، كرة بطولة على مهذبي، حذاري، خروج دم نبيل معلول، لكن تم صدق من الوراء من شحات. لاحظوا تم زوج لاعبين تسلل منهم الخيري وعبد المجيد الظلمي. عبد المجيد الظلمي تصدم بطارق. نبيل معلول في عقل طارق. نبيل معلول، نبيل معلول الى طارق، سيره باهية من طارق السويل، وثم الركباوي، وثم الفاضل اللي خرج الكرة مباشرة إلى حارس مرماه. يلزم الركباوي يلاحظوا له رغم الكرة تكون بعيدة عليه، يحاول دائما وأبدا باش يخلط له قلق كرة. بطبيعة الحال المدافع تجبر باش يرجع كرة إلى الوراء. ثم مخالفة ضد كريمو مري، لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب. ترجع الكرة تعكس توفيق المهذبي. توفيق المهذبي قايم دور كبير في وسط الدفاع. ثم اندفاع كبير، تصفيق المهذبي للكرة، خليفة تخرج الكرة، فعلا تخرج الكرة. تمس، تمس لفريق فريق القومي التونسي. تصفيق المهذبي يخلي الكرة إلى عبد الرزاق شحات. عبد الرزاق شحات باش يدخل إلى تنفيذ المخالفة. تنفذ تصفيق المهذبي، تصفيق المهذبي والظلمي اعترض فريقه، الظلمي وتصفيق المهذبي. يتغير اللعب إلى أمام الله. سيمومي، سيمومي طويلة باهية من مراد العقبي. طارق ذياب، طارق ذياب، طارق ذياب قصيرة إلى نبيل معلول. نبيل معلول يهدي اللعب. مراد الغربي، مراد الغربي غير الاتجاه. الرويسي، الرويسي، الرويسي كما الميزوري يطلب الكرة، توصل له الكرة من اليمين. الرويسي، الميزوري، الميزوري من ناحية اليمين كجناح أيمن، مازال محافظ على الكرة، يغلق المدافع. مراد يرجع الكرة إلى الوراء. لامريس الآن باهي الهجوم المعاكس. لامريس، 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 لامريس مازال محافظ على كورته. سيمومي، سيمومي الى لامريس، لامريس يوزع وثم تسلل، ثم تسلل، ثم تسلل. حذري من ثم تسلل فعلا. مراقب بالخط يرفع الرايه نتاعو، لكن الحكم السيد سيني يتغاضى عن ذلك ويامر مواصله اللعب. غريبه ظلمي يوزع، لكن تم المحجوبي، باهي من المحجوبي الرويسي الآن، ومخالفة ضد نبيل معلول أمام سيمومي. ظلمي في التنفيذ، سيمومي، سيمومي يحاول باش يتعدى، لكن الدفاع مستميت. لمريس رجع الكرة من وراء، هذاري كريمو مري وتخرج الكرة، يخلي شوشان الكرة تخرج، باهي باهي يلزم. بطبيعة الحال الفريق القومي التونسي يهدي من أعصابه نتاعو، والكرة ترجع
ذات الحال رويدا رويدا وفي ذلك ربح الوقت. تنفذ الكرة سويلة من محجوبي طارق ذياب الآن. طارق ذياب عبد القادر الركباوي عبد القادر الركباوي والحكم يخلي اللاعب يطول باية من المهزي. الأمريك عبد المجيد الظلمي الآن خطيرة قايدي لكن نبيل معلول قبل أمان الله. نبيل معلول سويلة ثم لكمة من رقم سبعة الغرف يلكم في وجه ورقة حمراء فعلا ورقة حمراء على ما أظن ربما خليفة. إذن فرصة سانحة لفريق القومي التونسي. خليفة إذن ومعنا ربي تونسنا. هذه الأغنية اللي قاعدين يردوا فيها الجمهور التونسي بكل قلبه وقاعد يساند في الفريق التونسي. الظلمي ويلة من الظلمي وتخرج الكرة ضربة مرمى لفات الفريق القومي التونسي. الجمهور الآن التونسي أصبحنا نسمع صوته أكثر بعد صمت وخيم قاعد يخيم على الملعب بعد الأقصاء والفريق التونسي يزمو يستغل ترجع من محجوبه. بنروح بتمن بديكة تونس تماس لفايد الفريق التونسي. هذه العبارات كذلك ربما تصلكم أو تسمعوا فينا شعور ونخوة وطنية اعتزاز بالتونس شيء حقيقة يأثر. ميزوري وتنفيذ نبيل المعلول ميزوري ترجع كرة إلى الوراء باين لسميرات قصيرة نبيل المعلول ورد الغربي وثمر ضرب كرة على بقدر الرقباوي رويسي الآن طارق ذياب الركباوي الرويسي من ناحية اليمين توزيع من الرويسي وطارق لكن ترجع كرة من الدفاع. نبيل معلول محافظة على كورته. عبد القادر الركباوي باهي من عبد القادر الركباوي ما تفكروش الكرة ترجع طارق ذياب يتحصل على مخالفة. هذا ذكاء الخبرة تنطق وحدها عرفت كيفاش بالدهاء وبالذكاء نتاعو طارق كيفاش تحصل على مخالفة في مكان قريب ياسر من منطقة 16 متر. وثم نبيل معلول وكذلك طارق غياب في حوار مع بعضهم منو باش تثمر نتيجة هذه المخالفة. طارق غياب ينزل ولا غريبة كانت تبان لنا بطبيعة الحال من المكان نتاعنا كان بدو ذكي كانت قفة جميلة راسية وبدو ذكي بطبيعة الحال بالخبرة نتاعو. ظلمي الآن ذكركم أننا نحن قاعدين نتابعوا في هذه المقابلة من مكان بعيد وبعيد جدا كانوا حاصرين في ثم هجوم عكس لكن ترجع كرة من مراد تفضل ثم كريم ومري ومعه باية هذا ما يجم يعملوا مراد الغربي هذا كان يجم يعمل أمام تيمومي خرج كرة مباشرة في التماس. استماتة كبيرة ظلمي وتماس ثاني توفيق المهزو شكوه كذلك يرجع إلى الوراء هذا جوه الكرة إلى اليسار تنفيذ من ظلمي نبيل معلول باية نبيل معلول برود الدم حذاري يا نبيل
لويس الركباوي، لكن تخرج الكرة تمام، كانت نية طيبة من الركباوي. دل لمريس يوزع الكرة والدفاع مستميت، خيري إلى الوراء، حذاري باية من محجوبي، حذاري 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 باية حذاري بيطالبوا بالضربة جزاء، مش موجودة مش موجودة ضربة جزاء مش موجودة، مش بالسيف كما نقولوا في تونس، مش بالسيف. وثم انذار ربما لما ضربت مرمى الفريق التونسي، بطبيعة الحال الأعصاب تتوتر أكثر وهذا يخدم مصلحتنا. هاي الإعادة محل كرة ثابتة، تعرضوا ما سمع حتى شيء، تخرج الكرة إذا ضربت مرمى في فريق التونسي. تغيير تغييرين إذن ترجع الكرة المخالفة بعد سماع الأذان، أتمنى باش ربي يستجيب إلى دعاء كل تونسي في تونس وخارجها. طارق ذياب الآن، طارق ذياب حكمت الهجوم للفريق المغربي، عبد المجيد الدولمي، عبد المجيد الدولمي الغرب الغرب المومي لا يتدخل من مراد الغربي، ضرب الكرة على الإمام، الإمام الإمام لكن يستهزو مراد، ما يخليهش يقذف، ما يلزمش يقذف، ما يلزمش يكون ثم قذف، ما يتركوش مجال القذف.
نبيل معلول، نبيل معلول، باهم نبيل معلول. طارق غياب هزم وقت في فريق القومي التونسي، هزم وقت في فريق القومي التونسي. زمان الإمام داخل منطقة الجزاء، زمان الإمام، زمان الإمام، غريبة ياسر، غريبة من زمان الإمام كان يكون الهدف القاتل. هجوم وقت في بيت الفريق القومي التونسي، توصل الكرة من طارق غياب إلى زمان الإمام وجه لوجه بصوته يسد كل المدافعين، لكن يوصل وجه لوجه والريع فرصة ثمينة جدا جدا. هذه الإعادة أمامكم، لاحظوا زمان الإمام مجهود كبير كبير رغم المجهود من ثاني الملاحقة ومطر. هجوم وقت في بيت فريق القومي التونسي، زمان الإمام، زمان الإمام يروح داخل منطقة الجزاء، زمان الإمام، طارق غياب داخل منطقة الجزاء، لكن تدخل من الدفاع وطرد الكرة. تمامي تمامي باهم فريق القومي التونسي. تعرف تعرف كان ضاع، لكن معليش يلزم تأمين الإيمان بالحظوظ الفريق القومي التونسي، يلزم الاستغلال. حذاري كريم ومري، حذاري من كريم ومري، خايري تدخل باهي كان من شحات. أمان الله. حذاري سوسان، حذاري سوسان، جميلة جدا. كان موقف موقف كبير، موقف صعب صعب، حرج حرج جدا على الفريق التونسي. الغرف لكن خفة تاعو الأخيرة كان لها بالمرصاد للحارس سوسان. لاحظوا ضرب بكرة على بوسنينة، لكن القفة الأخيرة يخرجها الحارس سوسان ويبدأ. كان هدف لصالح الفريق القومي التونسي، حاول الآن فرصة هدف إلى الفريق المغربي. خمسة دقائق فقط تفصلنا عن نهاية هذه المباراة، وربما باش يوقع تغيير كذلك في الفريق المغربي. فرصة ثمينة جدا 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 لفائدة الإمام في الدقيقة 39، لكن للأسف الشديد الإمام كان وجه لوجه قذفته برجل اليسرى مرت بجانب الأخشاب. حقيقة كان الهدف أكيد كان يكون متاع ترجح 100%. على كل حال دائما وأبدا نأمل، وكما جاتنا الفرصة المرة الأولى نجم نخلق فرصة أخرى مرة ثانية. وركنية، تم تغيير رقم 13 هو مصطفى مري شقيق كريمو مري، كذلك هو لاعب محترف. نفذ الركنية، حذاري كريمو مري، حذاري حذاري حذاري، انتباه يا بعد الكرة. باهي نبيل معلول، نبيل معلول سيرة باهي. طارق غياب، طارق غياب في اتجاه شكون؟ توصلش الإمام، توصلش الإمام، لكن ما توصلوش الإمام. من لمريس كان قايم مجهود كبير، ترجع الكرة إلى لمريس مع جميل، مع نجيب الإمام، جمال الإمام. لمريس مازال محافظ على كورتو، لكن يتحصل في الآخر على كمال. دقائق محرجة جدا، محرجة جدا حقيقة. نذكركم وأنه وقع تغيير أثناء الأذان، ثم الإمام وكذلك بوسنينة دخلوا مكان الرويسي والركباوي، ودفاع مستميت. تخرج كرة تمام، اثنين وأربعين دقيقة، ثلاثة دقائق فقط. هاي أمامكم الصبر، رجع كرة من الدفاع. حذاري، خيري، خيري، وقام سوسان، سوسان زمينة ياسر ينقذ الموقف الآن على إثر تدخل بالرجل متاعه بعد الخطر. باهي من سوسان، باهي حذاري. 43 دقيقة، دقيقتين فقط. عقلك يا مهدي، مخالفة لفت الفريق المغربي، الظلم يغير الاتجاه. مع الإمام، ثلاثة ضد واحد، وفي الحال تستكمل الكرة. الإمام قصيرة، طارق غياب، طارق غياب، لكن تخرج الكرة تماس. الظلم، الظلم حقيقة في كل مكان موجود، أصبح شوفوه الآن كظاهر الآن بعد خروج خليفة. مراد المريف من ناحية اليسار،
لمريس تويلا يساعد هذا الفريق الصون يساعد سوسان. سوسان سوسان في المرصاد. سوسان موجود سوسان موجود سوسان موجود بكل ثقة يرجع كل هذا يوقع نفسها. حذاري سيمومي مري قذفة سوسان جميلة من سوسان. سيمومي قذفة أخيرة وسوسان موجود الآن يزن فريق القومي التونسي يسهل مباراه الإمام ومعه الإمام بيا الإمام غير التزام ومطارق ومطارق وكنا نبيل بالول من ناحية الإمام وعده نبيل بالول نبيل بالول وعده لكن ضرب عليه الكرة ضرب الكرة على نبيل بالول كان هجومه عكس في فريق القومي التونسي كان هجومه عكس خيري وترجع الكرة من جديد للفريق القومي التونسي نبيل معلول نبيل معلول نبيل معلول مازال محافظ على كورته خوش الكره نبيل معلول وثم مقاربه في فريق القومي التونسي مقاربه في فريق القومي التونسي ما فيش كلام هذا لكن لا العكس يقول العكس يقول. وصلنا للدقيقه 45 امامكم الطابوره دقيقه 45 الدقيقه الاخيره هذا دخلنا في الوقت الضايع 45 دقيقه والمريض في تنفيذ المخالفه الفريق القومي التونسي كله في الدفاع يحاول بطبيعة الحال الذود عن مرماه وبكل بسالة. لامريس لامريس ينفذ ثم سوسان يخرج باهي من سوسان باهي من سوسان استماتة كبيرة نبيل معلول في عقلك نبيل ترجع كرة إلى لامريس يزن المحافظة على برودة الدم ترجع من مراد ومصطفى مري وترجع من الدفاع الدفاع موجود ترجع من جديد الى لامريس من الوراء الدفاع وتخرج الكرة ضربة مرمى لفريق الفريق التونسي ضربة مرمى 46 دقيقة دقيقة في الوقت الضايع الى حد الان الفريق القومي التونسي مترشح والجماهير الجماهير التونسية هنا في الارض المغرب الشقيق في الرباط تساعد بكل قواه زين زيت زين زيت الظلمي الغرب فاضل لمريس من ناحية اليسار لمريس 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 وتماسي فات الفريق التونسي 47 47 دقيقة دقيقتين دقيقتين لمريس سيمومي سيمومي يغير الاتجاه الإمام باهي الإمام إعادة الدفاع نبيل معلول توفيق المهزبي توفيق المهزبي نبيل معلول هجوم عكس بيت الفريق التونسي ثم زمان الإمام من ناحية اليسار زمان الإمام وطارق زوز ضد زوز باهي المراوغة من الإمام الإمام حافظ على كورته مراوغة أخرى وتشميد اللعب ذكاء من الإمام ذكاء من الإمام من نبيل معلول ذكاء من طارق الجزاء ثم طارق الإمام طارق الإمام ذكاء من طارق الجزاء وهدف الهدف الثاني الهدف الثاني لفات الفريق التونسي طارق ضياف طارق ضياف يسجل الهدف الثاني في 47 دقيقة لعب 47 دقيقة لعب الفريق التونسي يعدل النتيجة عن طريق طارق ضياف الهدف الثاني الهدف الثاني هدف الترشح للسيول هذا الفريق القومي التونسي يأمن بحظوظه يأمن بحظوظه ويتمكن في أرض المغرب في الرباط بالذات من تسجيل عن طريق قيدوه في الفريق تحرق المعلم تحرق المعلم يتمكن ويخلي الشبكة تتكلم مرة أخرى في الذهاب في المنزل ومرة أخرى في المغرب بالذات وتكي تحرق ذياب في هذه اللحظة بالذات يعدل النتيجة هدفين لهدفين ويمكن الفريق التونسي من الترشح الى الادوار النهائيه عند الدور الاول كان في السيريالوني الدور الثاني كان في مصر وترشح للنهائي في مصر والان الفريق القومي التونسي بعد عوده طارق ضياف 4 سنوات كان في المغرب بالذات في كازابلانكا عام 82 اخر مقابله بعد 4 سنوات طارق ضياف يعود ويسجل الهدف الاول في المنزل والهدف الثاني الان في المغرب والانتصار لتونس الانتصار لتونس هذا ما تنادي به كل الجماهير الحاضرة في أرض المغرب كل الجماهير الحاضرة وثم أحد الجماهير يجتاح الملعب ويحاول ضرب الحكم لا تونس بكل ما أوتيت من قوة
بكل ما أوتيت من حب لهذا البلد العظيم في شأنه الصغير في إمكانياته. وحقيقة منظر منعش ياسر الفريق القومي التونسي الآن بكل بسالة بكل اندفاع أمن حضوره كل اللاعبين الشبان وكذلك بما أوتيوا من قوة وجهد حاولوا باش يدافعوا على اسم تونس اسم بلدهم الكبير اسم بلدهم اللي اعطاه كل الأرض كل اللاعبين اعطاه العرق متاعهم في هذه المباراة. نشوفوا الأقصى كلها مبلة كل العناصر بدون استثناء أمنت بهذا الانتصار أمنت بهذا الترشح إلى أدوار النهائية بطبيعة الحال هدفين لهدفين تمكن الفريق القومي التونسي. نذكركم إمكانية واحدة بركة تمكن فريق المغرب هي 4-2 لكن نحن وصلنا الوقت الضائع الوقت الضائع فتناه بكثير وكثير والآن 5 دقائق كاملة فتنا الوقت الضائع والفريق القومي التونسي نجم كله كلنا نجم نشر الآن أغنية الليلة عيد الليلة عيد نجم نشرها هنا وذلك في تونس وفي كل بيت من بيوت الأرض التونسية الطيبة. حقيقة منظر مرعش هنا كذلك الأصدقاء التونسيين جاءوا كان حضور مكثف من الصحافة التونسية كل الصحف التونسية ممثلة هنا في هذا اللقاء كان بطبيعة الحال هذا يدل على إيمان بقدرة متاع الفريق القومي التونسي يدل وأن نحن كذلك في تونس أمنوا بهذا الفريق الشاب اللي باش يكون بطبيعة الحال عنده شأن كبير وكبير جدا في المستقبل. الفريق القومي التونسي إذن أصبح الآن في تحصيل الحاصل أنه ترشح إلى الأدوار النهائية بسيول هذه هي اللي باش تدور في هذه الصيف سنة 1988. على كل النتيجة هذه كانت ثمرة مجهود انتصار التضامن انتصار حب تونس انتصار الوطنية السابقة هذا في هذا بطبيعة الحال العهد اللي نعتز به كلنا جميعا نتمناه باش الانتصارات تكون متالية في كل الميادين بديناها في كذلك في الكرة الطائرة على الصعيد الافريقي وهو الان على الصعيد الاولمبي بطبيعة الحال والان بطبيعة الحال كل الجماهير تنشد في النشيد الوطني النشيد الوطني التونسي حماد حمام. حقيقة منظر منعش جدا 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 وشعورنا بطبيعة الحال في لما نكونوا بطبيعة الحال على خارج تونس نحاولوا بطبيعة الحال باش نمدوا هذه المساعدة نلتفوا حول بعضنا كل التونسيين مع بعضنا أغلقين يد في يد هذا الجمهور التونسي. شكرا للفنيين المغاربة اللي قدموا لنا كل المساعدة الفنية في هذا اللقاء وكذلك نشجعوا التقني المصاحب وهو مردين عوينا اللي قدم لنا حقيقة كل المساعدة الفنية والمعونة باش بطبيعة الحال الصوت والصورة توصل إلى تونس تونس العزيزة في هذه المباراة اللي ينتظروها أكثر من 7 ملايين تونسي في تونس وفي خارجها والشيء حقيقة اللي تأثرنا له جميعا سواء كانت بعثة صحفية أو أفضل أو لاعبين هو الالتفاف التفاف الطلبة وجري حبوا باش يساندوا بكل ما عندهم وجاءوا لتونس من كل الأماكن جاءوا إلى الرباط. شو هذا؟ كريمو ترجع كرة من المحجوبي نبيل معلول وتوصل إلى مراد بطبيعة الحال كل شيء انتهى بالنسبة للفريق المغربي. ظلمي لاعب كبير كذلك 36 سنة وعطاه وجدناه في كل مكان لمريس الآن من ناحية اليسار لمريس يغير سوزان باهي من سوزان حذاري والدفاعي بعد الدفاعي بعد فريق نبيل معلول طارق ضياف أوقات طارق ضياف طارق ضياف ينزم عكس والجمهور ينادي بهدف آخر طارق ضياف صار بعدها المهزي من ناحية اليمين طارق ضياف المهزي ثم نبيل معلول يصب الكرة ثم نبيل معلول يصب الكرة وضعيفه يحاول بطبيعة الحال يمرر الكرة نبيل سقين اللاعب مراد ثم بدو ذكي رغم قدومه من فريق مايورك ما عرفش كيفاش يصد مرة أخرى القفو طارق قالوا في البداية أنها مفاجأة لكن في المغرب بالضبط كذلك تمكن من تسجيل وإهداء تونس تفوق أو ترشح نتيجة التعادل هدفين لهدفين والوقت 53 دقيقة حذاري لا الدفاع موجود ما ثم حد يتعدى الكرة ما تعداش الدفاع مستميت الدفاع موجود حذاري مساحات وتيمومي وبعيدة بعيدة ياسر الكرة هذه القفة الأخيرة قفة بعيدة من تيمومي شيء جميل وجميل جدا شعورنا بالنخوة والاعتزاز نحن نشاهد الفريق القومي التونسي يحرز نتيجة إيجابية نتيجة هدفين لهدفين نذكركم وأن الفريق التونسي هو اللي تمكن من افتتاح النتيجة منذ دقيقة 18 عن طريق قفة بطبيعة الحال من الرئيسي تتدم بأحد المدافعين
والمدافع المغربي غالب في حارس مرماه، ثم بعد ذلك يتمكن الفريق المغربي عن طريق الخيري من تعدي الهدف لهدف 25، وبعد مرور 6 دقائق اي دقيقه 31 مري يسجل هدف التفوق، لكن طارق ذياب في اخر دقيقه بطبيعه الحال يتمكن من تحقيق هدف التعادل الهدف الثاني، وهو هدف الترشح للفريق القومي التونسي الى الادوار النهائيه بسيول اللي بتتلعب في الصيف المقبله بالتحديد في اواخر شهر سبتمبر بسيول عاصمه كوريا الجنوبيه. شوشان يتولى تنفيذ المخالفه لفئه الفريق القومي التونسي. شوشان باليدين الى نبيل معلول، نبيل معلول في وسط الميدان وحنكه لما الامام، الامام يحافظ على كورته مع ثلاثه من اللاعبين يراوغ واحد وتخرج مراد مباشره الى حارس مرماه بدو زكي، والجمهور خانق وغاضب على فريقه. ترجع الكره مراد الغربي طور بعد الكره كريمو مري، لكن ترجع من اللاعب شحات هجوم لفريق المغربي، ومراد العقبي يخرج الكره مباشره في التماس رغم محاوله متاع طارق الدلمي يتحول الى ظهير ايسر ويرجع الى الوراء مري تيمومي، تيمومي طويله والدفاع مستميت حتى ما يتعدى ترجع كره الى الدلمي كجناح ايمن، الدلمي يوزع والدفاع موجود من المحجوبي، المحجوبي ما خلى حتى شيء يترك له هو ولا مراد الغربي، استماته كبيره، وفي هذه اللحظه يعلن الحكم السنغالي سيد زيني عن نهايه المقابله بنتيجه هدفين لهدفين، نتيجه مشرفه جدا للفريق القومي التونسي، هذا الفريق الشاب اللي امل بحظوظه الى اخر لحظه ومكن البلد بتاعه تونس من الترشح الى الادوار النهائيه بسيول. نعرف ان الفريق القومي التونسي سنه 1960 لعب في ايطاليا، وهذه المره مره اخرى يكون حاضر في سيول في طائفه في سبتمبر 1988. على كل طارق يحمل على الاعناق، طارق يحمل على الاعناق وهو يرد التحيه باجمل منها من جمهور التونسي، وكذلك توفيق بن عثمان هو بنفسه الممرض ممرض الفريق يحمل طارق وبطبيعه الحال يشجع هذه بطبيعه الحال تونس. كل الاعلام التونسيه السيد فاري امامكم بطبيعه الحال صرح وانه باش ينتصر، لكن في النهايه الفريق القومي التونسي قال هو اللي